في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وهذه الأبواب التي تفتح بالرحمات والخيرات والبركات يهيئ المسلم نفسه لها بتوفيق الله عز وجل. ألا وإن أعظم ما تستقبل به رمضان أن تستقبله بالتوبة النصوح وسؤال الله عز وجل أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، أن تقبل على الله إقبال التائبين، إقبال المنيبين، إقبال من يرجو رحمته ويخشى عذابه. أسعد الناس من دخل عليه رمضان وقد تاب التوبة النصوح من الخطايا والذنوب والرزايا والعيوب، واستقبل الرحمة بأفضل ما تستقبل به وهو التوبة النصوح. أكثر من الاستغفار فإن الله يرحم المستغفرين، وأكثر من الاستغفار فإن الله يحب المستغفرين. تكثر من الاستغفار والتوبة. ولذلك دلت الأحاديث الصحيحة على أن إضاعة الحقوق قد تحول بين العبد وبين رحمة الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول الله: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. تستقبل رمضان بالتوبة والنصوح والتحلل من حقوق الله والذنوب فيما بينك وبين الله ومن حقوق العباد. فمن علمت أنك أسأت إليه أو ظلمته أو بينك وبينه شحناء تذهب إليه وترغم الشيطان وترضي الرحمن وتقول له: يا أخي، بيني وبينك وشيجة الإيمان، وإني إن كنت قد أخطأت في حقك فأسألك أن تغفر لي وأن تسامحني، وإن كنت قد أخطأت في حقي فأنا مسامحك، وأريد أن ينتهي ما بيني وبينك من القطيعة، خاصة إذا كان من الرحم من القرابة فالأمر آكد والتحلل أوجب. فتبحث عن قرابتك وذي الرحم منك وتبدأ بإصلاح ما بينك وبين القرابة، وتحرص على هذا لأنه من أسباب الرحمة، وألا يكون بينك وبين مسلم قطيعة، وألا يدخل عليك هذا الشهر المبارك وبينك وبين إخوانك المسلمين مظالم أو حقوق أضعتها. فأسعد الناس من لقي الله خفيف الحمل والظهر من حقوق عباده. والله عز وجل يغفر للعبد فيما بينه وبينه، وأما حقوق العباد فإنها موقوفة على أصحابها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من جاء يوم القيامة وهو يحمل على ظهره الحقوق والتبعات من مظالم المؤمنين والمؤمنات. فاتق الله وأصلح ذات بينك فيما بينك وبين قرابتك ورحمك وفيما بينك وبين الناس. أما الأمر الثالث فأوصيك أن تستقبل رمضان بحسن الظن بالله عز وجل، فتحرص على أن تستقبل هذا الشهر الكريم بأفضل ما يستقبل به، وهو أنك ترجو رحمة الله عز وجل ومغفرته على أكمل وأتم ما تكون المغفرة والرحمة. ترجو من الله عز وجل أن يجعلك فيه مرحوما لا معذبا، ومكرما لا مهانا، ومعزا لا مذلا. ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر فيه ذنبك، وأن يستر عيبك، وأن يستجيب دعاءك، وأن يفرج كربك. تدخل إلى هذا الموسم من مواسم الخيرات وقد امتلأ قلبك بحب ربك، وامتلأ قلبك بحسن الظن في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فتدخل دخول من كسر لله عز وجل قلبه صادقا في الإنابة إلى الله والطمع في رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فمن دخل عليه رمضان وهو يحسن الظن بالله فالله عند حسن ظن عبده به. تحسن الظن بالله أن الله يغفر ذنوبك، وتحسن الظن بالله حتى إنك ما ترجوه من رحمة الله تكاد تقول: سأخرج من رمضان كيوم ولدت أمي. من طمعك في رحمة الله، تطمع في رحمة الله أن الله يخرجك من هذا الشهر كيوم ولدتك أمك.
وما ذلك على الله بعزيز. فقد غفر الله ذنوب العمر بشربة ماء، فاحرص رحمك الله على أن تحسن الظن بالله عز وجل أن يغفر ذنوبك وأن يستر عيوبك وأن يستجيب دعاءك. ولذلك حرص الشيطان على تخذيل أهل الإيمان، فتجده إذا أهل شهر العفو والصح والغفران قال للعبد هيهات هيهات، وقد مضت منك الذنوب والسيئات هيهات هيهات، وقد انتهكت الحدود والمحرمات هيهات، من أنت حتى تسأل سؤال المخبتين، ومن أنت حتى يستجاب دعاؤك ويغفر ذنبك وتستر عورتك؟ فإذا قال عدو الله ذلك فإياك ثم إياك أن تصدقه، بل تذكر نداء الله وتبصر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فتقبل على الله عز وجل منكسر القلب، تقبل على الله عظيم الرجاء في الرب، تقول يا ربي أسأت أذنبت أخطأت وأرجو رحمتك، اللهم لا تؤاخذني بما سلف وكان من الذنوب والعصيان، تدخل دخول المنكسر، دخول من يرجو أن يكون من المنجبر، تدخل وكلك أمل في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وأرحم الراحمين، تقول يا رب لا تجعلني أشقى عبادك عندك، في كل رحمة تنزلها وفي كل بركة تصيبها وفي كل رحمة تنشرها، يا ربي لا تجعلني أشقى عبادك بذنوبي وعيوبي، فيكون بينك وبين الله هذا الظن العظيم، هذا الرجاء الكريم في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، كأنك تقول يا ربي مددت في عمري إلى هذا الشهر فلا تجعلني محرومة واجعلني مرحومة، يا ربي مددت في أجلي بفضلك ومنك وكرمك وها أنا ذا واقف على بابك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تدعوه سرا وجهارا ليلا ونهارا. أوصيك أخي في الله، وقد طرق عليك شهر الغفران والبر والإحسان من الحليم الرحمن، أن تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فتبحث عن أحاديث التي وردت في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فتصوم كصيامه، فتتسحر كسحوره عليه الصلاة والسلام، وتراعي سنته في السحور، وتصوم صيامه عليه الصلاة والسلام، الصيام الكامل الذي لا يقتصر على جوع الأحشاء والأمعاء، ولكن صيام من عف لسانه وعفت جوارحه وأركانه، أن تصوم صيام الصادقين، صيام المخبتين المتقين، حتى تجري التقوى في دمك وعروقك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تصوم صيام إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا تحرص في رمضان على اتباع السنة في فطرك، واتباع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، وتحرص على اتباع السنة بكثرة تلاوة القرآن ومدارسة القرآن، وتحرص على اتباع السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بأن تكون أجود بالخير من الريح المرسلة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فتحرص على مدارسة القرآن وسماع القرآن والتأثر بالقرآن ومعرفة أحكام القرآن من حل وحرام وشريعة وأحكام، تحرص في رمضان على أن تبلغ المقام الأعلى والأسمى إذا صليت أو صمت بحضور القلب والخشوع، فإذا أردت أن تقوم رمضان حرصت على التبكير للمساجد والصفوف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام، وأن تنصرف مع إمامك ونحو ذلك من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وفقك الله لهذا فقد وفقك للخير الكثير. كذلك أيضا تحرص في شهر الصوم وشهر الخير والبركة على أن تتذكر ما قصد الشرع من هذه العبادة الجليلة العظيمة، فإن الله ذكر الأغنياء بالفقراء وذكرهم بمن جاعت أحشاؤه وضمئت أمعاؤه، تتذكر إخوانك الجائعين إخوانك البائسين والضعفاء والمساكين، ف
فتجعل لك في شهر الصوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من تفريج كروبات المكروبين، فإن استطعت أن تفطر الصائم فمن فطر صائما كان له مثل أجره، تحرص على تفطير الصائمين، إن لم تستطع ذلك فدل غيرك على تفطير الصائم، وتبحث عن بيوت الفقراء والضعفاء والأيتام في حولك وبالأخص من جيرانك ومن قرابتك، فتشفع لهم عند المحسنين والموسرين في تفريج كروباتهم وقضاء ديونهم والتوسيع عليهم في هذا الشهر المبارك. كن كما ينبغي أن يكون أقوام سبقوا وشمروا في طاعة الله، تذكر قول الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. كن من هؤلاء السابقين، فلا ترضى لنفسك بالدون، احرص على أن تكون في أعلى المراتب وأسناها وأشرفها وأعلاها في موسم هو موسم الخيرات والطاعات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أوفر عبادك وأعظمه نصيبا عندك في كل رحمة تنشرها وفي كل بركة تنزلها. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك بلوغ رمضان بعفو وعافية وأمن وأمان وإيمان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل للمهمومين والمغمومين والمكروبين والمأسورين والضعفاء والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من أوليائك المسلمين، اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ثبت أقدامنا وأقدامهم ويسر أمورنا وأمورهم واشرح صدورنا وصدورهم وفرج كروبنا وكروبهم. اللهم إنا نسألك أن تهل علينا الشهر بعظيم الأجر وحسن العاقبة والذخر. اللهم إنا نسألك فيه فعل الخيرات والمسارعة الباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك صيام من تم صيامه وقيام من تم قيامه. اللهم اغفر ذنوبنا فيه ويسر أمورنا فيه واشرح صدورنا فيه، واجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، واجبر فيه كسرنا وارحم فيه ضعفنا، ولا إله إلا أنت، أنت ربنا يا أرحم الراحمين. نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فلا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اجعلنا من المتقين والمغفورين والمرحومين، وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا بما توليت به أولياءك المتقين. اللهم اجعل فيما بقي من أعمارنا ما يرضيك عنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم امن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ولا تفضحنا بما كان من ذنوبنا وإسرافنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا عليها واختم خاتمتنا ونحن متمسكين بها، واحشرنا في زمرة أهلها من السعداء والأتقياء والأئمة والعلماء، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين، ومن عداوة الحاسدين والحاقدين. طعدا برهم بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين، شدد شملهم وفرق جمعهم واقسم ظهورهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خالف بين وجوه الكفرة، اللهم خالف بين وجوههم وقلوبهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نكس شعارهم ودنس منارهم وفرق أعوانهم إله الأولين والآخرين. بعزتك لا
أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، آمنا بالله وتوكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا.